نسخة تاسعة جديدة من مهرجان بابل للثقافات والفنون، جاءت مختلفة عن سابقاتها من حيث التنظيم وحجم المشاركة الثقافية والفنية. قبل ساعتين من انطلاقه رسميا على خشبة المسرح البابلي، كانت كواليسه مفعمة بتحضيرات فرق موسيقية وفنية قدمت لأول مرة على أرض بابل. فعاليات كبيرة وضيوف كثر من كل العالم، ونحن سعيدون بقناعتهم بالحضور. ليست لدينا ما يمكن تسميه مخاوف، لأننا نؤمن بفكرة أن الثقافة هي جسر جامع. شاركت بحفلات ومهرجانات حتى خارج العراق، بس أمانة مو لكون عراق، يعني بابل إلا في الطعم خاص. يعني تسويق بابل هذه ليست مسؤولية حكومية ولا مسؤولية حزبية، هذه مسؤولية إنسانية، مسؤولية فكرية، ديموغرافيا لمن يعيش في هذه البقعة. مفهوم الفعل الثقافي وأهميته في السلام بين الشعوب جسدتها الفرقة الموسيقية العراقية بقيادة الفنان كريم وصفي من خلال عدة مقطوعات موسيقية استمرت ساعة كاملة. وصلات غنائية لمطربين عراقيين وعرب ألهبت حماس الجمهور، خاصة الوفود الحاضرة من شعراء ونقاد ومسرحيين عرب وأجانب، رأوا في المهرجان نافذة مهمة في مجال إعادة الحضور الفني والثقافي للعراق. لما أنت بدك تجيب ضيوف من برا ولما بدك تعمل هيك مهرجانات، أكيد لازم تكون عندك خدمات بتأهلك لأنه تقدم لهم شيء. ومن بين الفعاليات المقرر إقامتها ضمن فقرات المهرجان عروض مسرحية من العراق وتونس وعمان والأردن، فضلا عن عروض سينمائية ستكون موزعة بين المسرح البابلي ومعبد النماخ والمسرح الجنوبي وقاعة مردوخ. يركز المشرفون على مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته التاسعة على لفت الانتباه لما تحظى به المحافظة من إرث حضاري عريق وحركة ثقافة وفنية ناهضة، خاصة وأنها تضم آثار واحدة من أقدم الحضارات في العالم والمدرجة على لائحة التراث العالمي. أحمد الحسناوي، الحرة، بابل.